سننظر هنا لكي نجد طاقتك، لننظر إلى طاقتك العامة لهذه القراءة. أنت تعيش حياتك وتفرح وتمرح وتحتفل مع الأصدقاء، واحتمال أنت في علاقات ثلاثية مع نساء أكثر من امرأة، تعيش حياتك سعيد، تشرب الخمر إلى ما هنالك. وكيف ترى الحبيب؟ ترى الحبيب بأنه شخص عاقل متزن، يعرف ماذا يقول، يقف عند قراراته وينفذ ماذا يقول، إنسان مستقر، تراه الزوج المناسب، أنت ترى فيه الزوج أو الزوجة المثالية. الحبيب هو متعب ويحاول الاستشفاء من هذه العلاقة، يظهر بأنه تعرض إلى التعب بسبب هذه، إذا كان هناك علاقات ثلاثية أو أنت في مع نساء أخريات، تكلم نساء أخريات غيره بأنه متعب من جراء هذا، ويحاول الابتعاد عن هذه العلاقة حاليا، ويحاول الاستشفاء والخروج. أجل إنه متعب وخائف، هناك لقد مر في حياته بتجارب علمته أن لا يكون سهلا، أو وصار يخاف من المشاعر، وصار يخاف، أصبح يخاف من هذا النوع من الرجال. أعتقد بأنك سببت له هذا الحزن وهذا الألم وهذا الصراع النفسي الذي يعيش فيه. هو إنسان متزن وكريم ومستقر، ويحاول أن يقوم بأعماله المالية، أو حياته مستقرة مع، إذا كان عنده أبناء، أو إذا كان يعمل أعمال خير إلى ما هنالك. وهذه الطاقة، طاقتك تتناسب مع هذه الطاقة، فأنت شخص مستقر في حياتك، تعيش حياتك ومهتم بعلاقاتك وحياتك المادية واستقرارك. هذه هي طاقة الحبيب. الحبيب أعتقد بأنه على حسب طاقته هنا أنه متعب. أعتقد وهذه الورقة قد جاءت مقلوبة هي، بأنه كان يريد أن يقدم لك عرض عاطفي أو عرض مادي، أو يحاول أن يقدم لك الحب والمشاعر، والآن قد قرر الخروج من هذه الطاقة. مشاعرك باتجاهه مشاعر حزن وكسرة قلب. أنت تعتقد بأنك جرحت هذا الشخص وكسرت قلبه وسببت له الحزن والمرارة. مشاعر الحبيب باتجاهك هي مشاعر تواصل، وتواصل روحي على ما أظن، أن الكلام بينكم مقطوع، أو إن كان غير مقطوع هو هناك في تواصل بالكلام، أو لكن كلام كثير، كلام غيظ وغضب وطاقة من الغضب، طاقة الحبيب هي. مشاعر حبيب غضب وغيظ منك. ما نواياك في المستقبل؟ نواياك تريد أن تعمل توازن، تريد أن تقوم بأخذ قرار أنت لا يجب أن تقوم به منذ فترة، وأنت محتار أعتقد بين خيارين، بين هذه الطاقة. أجل أنك أعتقد بأنك في علاقة ثلاثية، وأنت تحاول أن تقوم بالاختيار الصحيح وتكون صبور وتأخذ قرار بكل حكمة وهدوء.
ولا وعدم تسرع. الخطوة القادمة عندك، أعتقد أنك تريد أن تتبع أسلوب الحيلة وأسلوب الانتفاف، ولا تحل المشكلة بشكل مباشر، وتأتي بأسلوب تخاطبه بأسلوب المرح وأسلوب الفكاهة، وتبتعد عن الـ عن الـ عن إذا كان هو يسألك سؤال أو كان هناك في تواصل بينك وبينه، لماذا عملت هكذا لماذا، فأنت تقلب الموضوع بطريقة دبلوماسية وبطريقة فيها حيلة لكي تبعد هذا الشخص عن الكلام أو السؤال بهذا الخصوص. فأنت نواياك وخطوتك القادمة بأن تتهرب من أسئلته، وتتهرب من هذه العلاقة على ما أظن بكل خفة وبكل حيلة، ومن أجل أن لا تكسر قلبه مرة أخرى، فأنت تشعر به وتشعر بأنك تسببت بهذا الجرح له. وأيضا هناك احتمال آخر بأنك أيضا تعرضت في السابق لمشكلة عاطفية كبيرة كسرت قلبك وجعلتك تخاف من أخذ القرارات في هذا الخصوص، ولا تريد أن تكون في علاقة مستقرة الآن. النتيجة العامة لهذه القراءة هي القطع والتباعد في هذه الفترة. هذا الشخص أعتقد بأنه بعيد عنك بالمسافة أو بعيد عنك بالبلاد، وأنت ستقطع العلاقة به حاليا، فأنت تنظر إلى مستقبلك وأنت تنظر إلى حياتك في بلدك، وأنت إنسان شخص عندما يتخذ القرار بقسوة وبحسم ولا يتراجع عن قراراته. النصيحة العامة لهذه القراءة، النصيحة تضطر أن تتقدم بخطوات ثابتة لهذا الشخص، تعرض عليه الاستقرار. أنا أريد بكلمة صريحة وواضحة، أنا أريد منك الزواج، وهذه هي نواياي الحالية، أما أنني لا أستطيع الاستقرار في الوقت الحالي لأن عندي مشاكل، وأنا أريد معك علاقة ثابتة وطويلة الأمد، ولكن ليس في هذه الفترة، لأني ربما كنت أخرج من أو خرجت من جرح كبير بسبب علاقة عاطفية، ولم أحصل على الاستشفاء حاليا، وأريد أن أعيش حياتي ولا أرتبط في هذه، ولكن في المستقبل أنا أريد معك علاقة ثابتة. تعرض له وترى ما هي خياراته، إما بالإيجاب أو الرفض. إن كان الرفض فأنت بكافة الأحوال قد قدمت ما عليك. هي أن أنا أجد هنا بأنك غاضب وبأنك حتى لا تريد أن تقول له، وكأنك غضبت بأن تقدم له أيضا علاقة، بأنك تريد أن تقول له بأنني أريد معك علاقة جدية. أنت لا تريد هذا، أنت تحبه بالضبط وبالفعل، وعندك طاقة جسدية عالية باتجاه هذا الشخص، ولكنك تشعر بأنك قد خرجت من هذه السعادة التي كنت تشعر بها مع هذا الشخص،
وكأنك إذا لم تقدم له هذا العرض ستخرج من السعادة التي تتمناها، التي كنت تتمناها معك معهم. النصيحة هي، أعيد، عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. أعتقد بأنك يجب عليك أن تعبر عن مشاعرك، تعبر عن ماذا تريد، وتقول له بصراحة: أنا أريد كذا كذا منك، أنا أريد الزواج منك، وأريد علاقة مستقرة جادة، أنا لا أريد أن أضيع وقتي هكذا. وهو يقول لك إما بالقطع أو الاستمرار في علاقة ثابتة. شكرا لكم، برج الميزان، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.